بقى لنا 10 سنين تقريبا المسرح ما هدور حقه في مصر، ومؤخرا لقينا كل الفنانين الكبار بيرجعوا تاني للمسرح. شايف الموضوع ده ازاي؟ لا بص، هو انا ما اعتبرش انه النجوم الكبار رجعوا للمسرح ولا حاجه، لسه في نجمين ثلاثه كانوا بيعملوا مسرح ومحافظين على انهم يعملوا مسرح، لكن السوبر ستارز بتوع السينما والتلفزيون اللي دلوقتي بيعملوا مسرح بيعملوها ليله او ليلتين بالكتير علشان يسافروا بيها موسم الرياض. ايش حقهم يعني، ربنا يزيدهم يعني، بس ده مش موجود، ده مش مسرح في مصر. ما فيش حد منتظم بانه يعمل مسرح في مصر غير مسارح الدوله. مسارح القطاع الخاص ما بتصمتش ابدا غير ليالي قليله عشان تتصور، او ليالي قليله علشان تسافر تتعرض في الخليج، فده ما يعتبرش مسرح مصري يعني زي زمان، مش زي التسعينات ولا زي قبلها ولا زي الستينات ولا زي فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي و الكبار بتوع المسرح دول. يعني احنا هنا بنحاول اننا ننتظم، بنحاول اننا نعرض، هنعرض شهرين متواصلين. همنا الاكبر هو الجمهور بالدرجة الاولى في المسرح، لان المسرح لما بيتشاف عبر وسيط سواء منصة او تلفزيون ما بيبقاش هو المسرح، بيبقى تصوير المسرحية، لكن حالة المسرح وحالة الغنى اللايف وحالة الحضور الحي في المسرح دي خاصة بالمسرح بس. حتى يقولوا المسرح أبو الفنون، مش معناها إن هو أقدم الفنون، إنما إن هو الفن اللي يقدر يحتوي كل الفنون، تقدر تحط سينما وفن تشكيلي ورأس وكل أنواع الفنون على المسرح، لكن ما تقدرش تعمل الحالة الحية دي في السينما ولا في التلفزيون ولا في أي فن تاني يجمع كل الفنون دي. فالمسرح كمسرح مش هو يعني مش هو الصحوه اللي انت بتتكلم عليها يعني. اتمنى والله، نفسي من عيني. ايه رايك بقى في تطوير المسرح القومي الفتره الاخيره دي؟ بص، المسرح الدوله، البيت الفني للمسرح ومسارح الدوله بشكل عام، عندك الاوبرا وقطاع الانتاج الثقافي، مركز الانتاج الفنون، مركز الابداع الفني، في تجارب في منتهى الاهميه ومنتهى يعني في تطوير كبير قوي بيحصل. شهادتي مجروحه لانه الاستاذ خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي هو استاذي المباشر وهو يعني بيدعمني من ساعه ما بدات في الفن، لكن بشكل حيادي جدا الصحوه اللي فيها مسرح الدوله دي بقى لها سنين ما حصلتش، واتمنى انه يا رب يوفقه ويوفق المسؤولين معاه في انه المسرح الدوله يتولى نهضه المسرح المصري ويرجع تاني بقوته في المنطقه والعالم العربي. شكرا جدا استاذ هاني. عفوا.